نرحب فيكم مشاهدينا من وزارة النقل. لمعرفة ومتابعة آخر مستجدات سير عملية الفرق المشاركة في جائزة النقل تبتكر الذات. نرحب بالفريق الأول، حياكم الله معنا، تعرفونا عن نفسكم وحضراتكم مختصين بتطوير أي إدارة في الوزارة. معكم طالب خالد بشار، تخصص إلكتريكال أند إلكترونيكس إنجينيرينج، وفريقنا مختص بتطوير إدارة الحظر والإنتاج. تعطونا نبذة بسيطة عن فكرتكم. معكم الطالب عبد العزيز فيصل رسلي من الجامعة الأسترالية، تخصص إلكتريكال أند إلكترونيكس إنجينيرينج. مشروع يتكلم عن ربط المواقع بتوفير الوقت والجهد والمال. سؤال خارج النص، حاسين مشروعكم راح يفوز؟ وكلمة للفرق المشاركة معاكم في جائزة المفتاح الثاني. إن شاء الله متفائلين، ونقول للفرق الثانية الله يوفق. نرحب بالفريق الأول، حياكم الله معنا، تعرفونا عن نفسكم وفريقكم مختص بتطوير أي إدارة. معاكم الطالب خالد لشهاب من الجامعة الأسترالية، تخصص إلكتريكال أند إلكترونيكس إنجينيرينج، وفريقنا مختص بتطوير إدارة الحظر والإنتاج.